السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين. أصدقائي، اليوم راح نسوي الكيكة الباردة بالفاكهة. فهو هذا شكلها، شكلها رهيب وطعمها الطيب طيبة كثير. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. المواد اللي احتاجها لتحضير كيكة الكيكة الباردة بالفواكه اليوم عندي هنا، هذه علبة الكومبوت الفاكهة الخوخ، حجم العلبة 825 غرام. احتاج ايضا 3 معالق سكر، 3 معالق طعام سكر، 5 معالق بين 5 إلى 6 معالق كبار من النشا، احتاج نصف كوب من الماء، والبسكيت حسب الكمية اللي للقالب. اول شيء افرغ الكومبوت كله بالعلبة بالقدر عندي، وراح ابدي بطحنه. هكذا بعد ما انتهيت من خفق وطحن كل الفاكهة الكومبوت، راح اضيف له السكر، اخلي القليل من النشا واخلط مع الماء. بهذا الشكل اذوب النشا اول مرة بالماء. اخلط النشا كله الى ان ما يذوب ويا المي، بعدين راح اضيفه فوق هذه عصير الخوخ اللي جهزته من علبة الكومبوت. اي فاكهة، اي كومبوت فاكهة متوفر عندكم تقدرون تستخدمون، تقدرون تستبدلوها باي نوع انتم تحبون. راح اضيفه فوقها واخليها على النار اغليها. اخليها على النار واظل احرك بيها الى ان ما تتماسك، وارفعها من النار وابدي اجهز الكيكة اللي راح احضرها هذا اليوم، كيكتنا الباردة. مثل ما دا تشوفون شلون تماسك. هسه راح اطفي النار وارفعها، راح اطفي النار وارفع القدر من النار وابدي بتحضير كيكتنا لهذا اليوم، الكيكة الباردة بالفاكهة. شوف شلون كريمة صارت تجنن وريحتها رهيبة. هكذا اطفي النار وارفعها. هكذا الخلطة صارت جاهزة عندنا مثل ما تشوفون، بعدها ساخنة وراح ابدي بالتحضير. عندي هنا هذا البسكيت، قلت البسكيت الكمية حسب الحاجة اللي راح نحضر منها هذه الكيكة. اول شيء اخذ طبقة من اخلي بسكيت بالقعر، هكذا خليت طبقة من البسكيت، أخلي فوقها من هذه الكريمة الكومبوت اللي سويتها، أو كريمة الفاكهة اللي حضرتها. أصف طبقة أخرى من البسكيت.
هكذا انتهيت من عندها. راح اتركها تبرد واخليها بالثلاجة الى ان ما تتماسك، واخر شيء راح اضيف الكريمة الاخيرة والزينة وارجع لكم. بعد ما انتهيت من تحضير الكيكة الباردة وخليتها بالثلاجة حتى تبرد وتتماسك، عندي هنا هذه كريمة الخفق، او اذا ما متوفرة عندكم كريمة الخفق تقدرون ان تستعملون الكريم شانتيه او اي كريمة اخرى متوفرة عندكم. اخفق هذه الكريمة مثل ما تشوفون. بعد ما انتهيت من خفق الكريمة راح افرغها فوق الكيكة، يعني طبقة مو كثير ثخينة ولا كثير يعني خفيفة، بس مجرد الكمية اللي خليتها كانت كلش كافية لتغطية البسكيت. بعد ما انتهيت من وضع الكريمة راح احاول ازينها يعني على قدر امكانياتي بهذا الشكل. بعدها عندي الكراميل صوص، بعد ما زينتها بالكراميل ايضا عندي هنا هذه ايضا فاكهة الكومبوت وهي المشمش. حسب الرغبة اذا تريدون تزينوها بعد باي فاكهة متوفرة عندكم بهذا الشكل. هكذا انتهيت من تحضيرها، راح اتركها بالثلاجة الى ان ما تتماسك تماما وتبرد وارجع لكم. هكذا مثل ما تشوفون بعد ما تركتها بالثلاجة للكيكة الباردة الى ان ما تماسكت وبردت، هسه راح ابدي اطلعها من القالب اللي جهزتها به. منظرها رائع ورهيب شكلها. شوفوها شلونها، هذا شكلها. فهي هذه وصفتنا لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي فيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.